نبدأ أخبارنا وحضراتكم نقول لحضراتكم أنه فريق كرة القدم بالنادي الأهلي هيدخل النهاردة بالليل يوم الاثنين معسكر مغلق استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر ليها طبعا الساعة 7:30 بكرة الثلاث باستاد الدفاع الجوي في الجولة 10 للدوري. ودي المباراة اللي بيتطلع فيها الأهلي أنه يحقق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية واللي كان آخرها الفوز على المقاولين العرب في الجولة 9 للدوري. والروح اللي شفناها في مباراة المقاولين وخصوصا في الشوط الثاني بنتمنى ان هي دي اللي نشوفها الفتره اللي جايه على طول في النادي الاهلي، مش ان احنا نبقى متاخرين ونرجع، ولكن الروح بتاعت ان انا مش هخسر نقطه ومش هخسر اي مباراه.